ما قامت به وأعلنته النهاردة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إعلان جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وجائزة النيل، وبحضور طبعا أعضاء اللجان التحكيم والمحكمين وقيادات من الجهات المختلفة، سواء وزراء، مفكرين، دكتور مفيد شهاب، دكتور مصطفى الفقي، استاذ محمد سلماوي، دكتور أشرف زكي، فنان مصطفى كامل، عدد كبير جدا طبعا من رموز، ودكتور الضماطي طبعا فاز النهاردة، دكتور علي الدين هلال موجود، دكتورة نيفين الكيلاني، ودكتور هشام عزمي، كاتب الكبير محمد سلماوي. طبعا دكتورة نيفين كيلاني النهاردة أعلنت، طبعا هي رئيس المجلس الأعلى وزير الثقافة، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، أعلنت أسماء وجوائز الدولة النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية في مجالات مختلفة، منها الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية، وشملت جوائز أيضا فئات النيل والتقديرية والتفوق. تم الإعلان أيضا عن أسماء الفائزين، جميعهم بنقول لهم ألف مبروك، وطبعا نتيجة الإنجازات واللي بيقدموها على مر شغلهم وتاريخهم، وأيضا بيكونوا جميعهم مصدر إلهام للأجيال القادمة، وده كمان بيكون حافز على بذل المزيد كمان في الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، أيضا فاز بجائزة النيل للمبدعين العرب، وله طبعا هذا الرجل المحب لمصر وله أعمال كثيرة جدا في مصر، أيضا تقدير كبير جدا للشيخ سلطان القاسمي على الفوز بهذه الجائزة، وهي جائزة مستحقة، وكل من فاز بجائزة جائزة مستحقة على كافة الأعمال وعلى الخدمات وعلى ما قدموه في كافة المجالات المختلفة، مجالات الأداب ومجالات العلوم الاجتماعية والفنون المختلفة. وربما هذه الجوائز هي تقدير أيضا مجال العلوم القانونية والاقتصادية، تقدير كبير لكل من فاز بهذه الجوائز المهمة التي تم الإعلان عنها اليوم. نتابع هذا المؤتمر الصحفي وتصريحات للدكتورة نيفين الكيلاني، ثم فاصل وأعود لحضراتكم. انطلقت فعاليات الاحتفال بالإعلان عن الفائزين بجوائز الدولة لعام 2024، وهي جوائز النيل التقديرية التفوق والتشجيعية. أود في هذه المناسبة أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى لجان فحص الجوائز باختلاف مستوياتها، والتي عملت بكل نزاهة وموضوعية لاختيار القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة في مختلف المجالات، ونثق بأن اختياراتهم كانت دقيقة وعادلة بما يعكس مكانة المجلس وقيمته وحرصه على تكريم من يستحق من المبدعين. ختاما، فإننا نؤكد على استمرار وزارة الثقافة في دعم المجلس الأعلى للثقافة والعمل مع حضراتكم بما تمثلونه من قيمة فكرية وثقافية متميزة، وبما تحملونه من خبرات عميقة لتعزيز مكانته كمنارة ثقافية رائدة تسهم في نهضة مصر وتقدمها. وتم الإعلان عن الفائزين في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الأعلى للثقافة 70 برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وأمانة الدكتور هشام عزمي. أولاً، الفائزين بجوائز الدولة للتفوق في الفنون جائزتين، الأستاذ حمدي محمد الصدوقي عباس توفيق، الأستاذ الدكتور علي سيف الدين حسين رافت. في الأداب جائزتين، الأستاذ عبد الرحيم كمال مبيب علي، الدكتورة عز عوض بدر عوض. في العلوم الاجتماعية ثلاث جوائز، الأستاذة الدكتورة أمنية أحمد حلمي، أستاذ الدكتور حامد عبد الرحيم أحمد عيد، أستاذة الدكتورة سامية أدريد ونيس طلبس. الفائزين بجوائز الدولة التقديرية في الفنون ثلاث جوائز، الفنان مهندس أنسي مرقص أبو سيف جيمس، الأستاذ الدكتور رضا محمد مصطفى بديل، الأستاذ محمد سعيد شيمي أحمد سعيد شيمي. في الأداب ثلاث جوائز، الأستاذ الدكتور حسين
سامي سليمان أحمد، أستاذة الدكتورة براء حسين مهندس في العلوم الاجتماعية 4 جوائز، أستاذ الدكتور أحمد مجدي محمود أحمد حجازي، الأستاذ الدكتور حسن عماد عبد المنعم محمد ميكاوي، الأستاذ الدكتور ماجد إبراهيم عثمان، الأستاذ الدكتور ممدوح محمد جاب الضماطي. في الفنون جائزة واحدة فاز بها المخرج محمد فاضل، في الآداب جائزة واحدة فاز بها الشاعر محمد إبراهيم أبو سن، في العلوم الاجتماعية جائزة واحدة فاز بها الأستاذ الدكتور محمد صابر عربي. رابعا جائزة تأهيل للمبدعين العرب، جائزة واحدة فاز بها صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي من دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم خالص التهاني لجميع الفائزين وكل عام وأنتم بخير. اولا انا بحب اهني الفائزين بجوائز الدوله هذا العام، سواء كانت تشجيعيه وتفوق تقديريه وجائزه النيل طبعا للمبدعين المصريين والعرب. جوائز الدوله ده يعني تقليد متبع في وزاره الثقافه المصريه على مدار 66 عام وان شاء الله يستمر. القيمة في أن هذه الجائزة مقدمة من الدولة المصرية، وطبعا ده شرف كبير جدا لأي مثقف أو مبدع سواء كان مصري أو عربي أنه يعني ياخد جائزة من الدولة المصرية، لأن الثقافة المصرية يعني راسخة ومهمة جدا وفي وجدان كل الوطن العربي. اليوم الحقيقة احنا بنعتبره في هذا الموعد من كل سنة هو واحد من أهم الأحداث الثقافية اللي بتشهدها مصر، وربما يكون هو الأبرز على الإطلاق الحقيقة، لأنه الوسط الثقافي بينتظر الإعلان عن جوائز الدولة داخل مصر وخارجها، خاصة أن هناك الآن بعد عربي لهذه الجوائز من خلال جائزة النيل للمبدعين العرب. فاليوم هو تتويج لمرحلة استمرت لفترة طويلة، بدأت منذ أكتوبر من العام الماضي، وهو موعد فتح باب الترشيح والتقدم لجوائز الدولة اللي هو بيستمر في العادة لمدة 3 شهور. سعداء بأنه يعني الحقيقة في أسماء لها يعني ثقل كبير في المجالات التي فازت فيها، لكن حتى هؤلاء الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز بالجائزة، احنا أنا شخصيا بعتبر أن كل من وصل إلى القائمة القصيرة للحصول على جائزة تمنحها الدولة المصرية فهذا شرف كبير، لأنه قيمة جوائز الدولة المصرية، وهذا ليس كلاما مرسلا، هذا تاريخ وزخم، والحقيقة يعني جوائز بتحمل معها إرث كبير من التاريخ والفنون والثقافة والفكر، ليس على مستوى مصر فقط ولكن على مستوى الوطن العربي. فأنا بعتبر أن كل من وصل للقائمة القصيرة هو فائز، ونتمنى لي التوفيق في مرات قادمة، وطبعا بنتقدم بكل التهنئة لكل الفائزين في كل المجالات. القائمة القصيرة اللي كانت مصعدة بالفعل للحصول على جائزة الدولة العلمية التقديرية كان 8 يستحقوها بالفعل، السيرة الذاتية قوية جدا، فتعتبر كانت المنافسة بين أسماء كلها تستحق جائزة الدولة، وبالتالي ده بيوري ان اللي يفوز بالفعل يكون يستحقها، واللي ما فازش مش معنى كده ان هو لا يستحق، وانما هي مسألة تصويت على الاسماء الموجودة طبقا للسير الذاتية المرفقة. فطبعا بيبقى شعور جميل جدا ان انا يكون لي تكريم واكون واحد من 8 دول. وتعد هذه الجوائز من ارفع الجوائز التي تمنح في مصر تقديرا لانجازات المبدعين في الفكر والثقافة والابداع. يسرى سياج لبرنامج على مسؤوليتي.